ينضم إلينا من غنجة مفدنا عدنان جان، وكذلك ينضم إلينا صابر أيوب من يريفان. عدنان، أطلعنا على المزيد من التفاصيل لو سمحت. هل توقفت حصيلة الضحايا عند 13 قتيلا؟ وبالنسبة لأذربيجان، كيف، ما هو تفسير هذا السلوك الأرميني؟ نعم وائل، فيما يتعلق بأعداد الضحايا فآخر إحصائية رسمية تفيد بارتفاع عدد القتلى في هذا الهجوم الصاروخي إلى 14 شخصا بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى إصابة 55 آخرين في هذا الهجوم الذي دمر حيا سكنيا كاملا هنا في مدينة غنجة، ثاني أكبر المدن الأذربيجانية. قبل دقائق وائل وصل إلى هذا المكان نائب الرئيس الأذربيجاني للشؤون الخارجية حكمة حاجييف برفقة عدد من الدبلوماسيين، وأطلعهم على حجم الدمار الكبير الذي أصاب هذا المكان جراء القصف الصاروخي الذي نفذه الجيش الأرميني على مدينة غنجة. الصورة خلفي وائل تظهر حجم الدمار الكبير الذي لحق في هذا المكان. القصف وقع في تمام الساعة الثانية ليلا، حيث كان جميع سكان المدينة نيام هنا، وبالتالي ربما بسبب تواجدهم داخل منازلهم سقط هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى في هذا المكان. وائل، قبل قليل نائب الرئيس الأذربيجاني حكمة حاجييف برفقة عدد من الدبلوماسيين كما ذكرت وصلوا إلى هنا ووضعوا باقة من الزهور في مكان سقوط الصاروخ الذي استهدف هذا الحي السكني. كان له تصريحات قبل قليل خلال زيارته لهذا المكان، اتهم أرمينيا بأنها تقوم بممارسة أفعال إرهابية بحق السكان المدنيين هنا في أذربيجان، حملها كافة المسؤولية عن ما وصفها بجرائم الحرب المرتكبة هنا في مدينة غنجة. أيضا طالب المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته ومحاسبة جميع المسؤولين الأرمن الذين وجهوا أو أعطوا التعليمات بتنفيذ هذا الهجوم. طبعا تم انتشال جميع الجثث وأيضا المصابين من هذا المكان وتم نقلهم إلى المشافي القريبة هنا من هذا المكان. كما ذكرت هناك كانت تصريحات للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الذي عاد وأكد اليوم بأن بلاده ماضية قدما في عملياتها العسكرية حتى استعادة السيطرة على كامل الأراضي الأذربيجانية المحتلة من قبل أرمينيا. قال بأننا لن نتعامل مع أرمينيا بمثل ما هي تقوم به من استهداف المدنيين. قال بأن أذربيجان لن تقوم أبدا باستهداف المدنيين الأرمن، لكنها سوف ترد على هذا الهجوم في جبهات القتال وفي الميادين. وبالتالي حتى هذه اللحظة نستطيع أن نقول بأن الهدنة الإنسانية التي تم التوصل إليها في موسكو ربما دفنت تحت أنقاض هذه الأبنية السكنية. نعم. وحدة المعارك زادت وتيرتها في الساعات القليلة الماضية، وأعلنت أذربيجان سيطرتها على المدينة الاستراتيجية فضولي بالإضافة إلى 6 قرى أخرى، ليرتفع بذلك عدد القرى والمناطق والمدن التي تم السيطرة عليها منذ بدء المعارك في 27 سبتمبر أيلول الماضي إلى 59 قرية ومدينة. نذهب إلى يريفان. صابر أيوب، أرمينيا تنفي بل تصر على نفي أي هجوم أو أي مسؤولية عن هجوم مروع من هذا الشكل، كيف يفسر ذلك؟ وإذا لم تكن أرمينيا هي من يقصف بصواريخ سكود، فمن الذي يقصف إذن؟ وائل، بيان وزارة الدفاع الأرمينية ثم وزارة الخارجية كان واضحا، وهو أنه لا يوجد أي قصف انطلق من الأراضي الأرمينية، نؤكد هنا على الأراضي الأرمينية نحو أذربيجان. كما نعلم إقليم أرتساخ كما يسمى هنا أو إقليم ناغورني كاراباخ هو جمهورية معلنة من جانب واحد غير معترف بها دوليا. لم يقل بيان الخارجية ولا وزارة الدفاع إن كانت هذه الصواريخ انطلقت من أراضي كاراباخ، المهم أنها لم تنطلق من الأراضي الأرمينية، هذا هو الأهم بالنسبة للبيان، وهو ما يحتمل تفسيرين، إما أن تكون هذه الصواريخ انطلقت من أراضي كاراباخ أو أنها
هي عبارة عن صواريخ أو هجوم ذاتي قامت به أذربيجان لكي تروج بحسب الرواية الأرمينية، كي تستخدم ذلك في الدعاية الحربية المتوازية مع المعارك الجارية على الحدود، وأيضا عمليات القصف على بلدات ومدن الإقليم، حيث تعرضت العاصمة ستيبانكارت بالأمس إلى عدة هجمات كان آخرها فجر اليوم، بالإضافة إلى بلدات وقرى أخرى في الإقليم. وأيضا على مستوى التطورات السياسية، اليوم نيكول باشينيان رئيس الوزراء الأرميني حمل تركيا مسؤولية هذا التصعيد الجديد رغم وجود الهدنة التي يبدو أنها بقيت في موسكو ولم تأتي إلى إقليم كارباخ. حمل تركيا مسؤولية فشل أي استعداد للحوار كانت تبديه أربينيا، لكن كما قال نيكول باشينيان لأسباب تتعلق برغبة تركيا في التواجد أو تعزيز نفوذها بالمنطقة نسفت أي فرصة للحوار. ومن جهة أخرى، قبل قليل اجتمع مسؤول بوزارة الدفاع الأرمينية مع المسؤول العسكري بالسفارة الإيرانية هنا في إيران، نعم، وأطلعه على أن أذربيجان هي من تتحمل مسؤولية أي صواريخ تسقط على الجانب الإيراني، نظرا لوجود حشود عسكرية أذربيجانية على المحور الجنوبي على الحدود مع الإيران على إيران. ما تسعى إليه أرمينيا الآن بالإضافة إلى الحرب المستمرة هو أنها تخوض حرب دبلوماسية من أجل إنشاء تحالفات مثل ما نتابع في التقرير التالي. بفخر تستعرض واجهة هذا المقهى في ياريفان حروب كارباخ على مدى عقود، منذ أن كانت المعارك تقليدية على بساطتها شاركت فيها الحمير. حرب اليوم تخاض بأسلحة فتاكة، بالطائرات المسيرة عقدتها التكنولوجيا والحسابات الإقليمية. كبرت معضلة كارباخ ولم تعد روسيا بجبروتها في القوقاز قادرة على حلها. فمن يطفئ النار المشتعلة في كارباخ؟ إلى أي مسار سينحدر القتال؟ أعتقد أن الولايات المتحدة لا تملك آليات لتشارك بفعالية في البحث عن حل لهذا الصراع المعقد، وواشنطن تدعم موسكو في مساعيها لتحقيق السلام. يتمنى وزير الخارجية الأمريكي أن يتمكن الأرمن من الدفاع عن أنفسهم ضد أذربيجان. أول تصريح من واشنطن يثلج الصدور في ياريفان. يأمل الأرمن أن يتبع ما اعتبروه تأييدا أمريكيا لهم بأفعال. يريدون من ترامب المنشغل بإعادة انتخابه أن يتدخل في الصراع مباشرة ليلجم تركيا، فهي من ترمي وقود الحرب في كارباخ، هكذا يتهمونها. تفتش أرمينيا عمن يؤازرها في هذه الظروف. لن تجد أفضل من اليونان، وزير خارجيتها في ياريفان صديق في وقت الضيق. تدخل أنقرة في نزاع كارباخ أثار مخاوف جدية على المستوى الدولي. جميع التوترات والأعمال غير القانونية في المنطقة لها عامل مشترك وهو تركيا. في صراع كارباخ الهدنة لا تنهي الحروب، تؤجلها أو تلهبها. تصر أذربيجان على استمرار الحرب حتى استعادة آخر شبر مما تعتبره أرضا لها. ويقول الأرمن إن دماءهم سالت على تراب كارباخ بما يكفي لأن تكون حربهم ضد أذربيجان مقدسة، وهنا يصبح السلام مستحيلا. تفتح أرمينيا جبهة حرب جديدة دبلوماسية هذه المرة، وجدت في اليونان التي تخوض نزاعا بحريا مع أنقرة حليفا يمكن أن يوسع نطاق المواجهة مع تركيا من البحر الأبيض المتوسط إلى جبال القوقاز. من أمام مقر الخارجية الأرمينية، صابر أيوب، العربي